بنحاول النهاردة ان احنا نكون معاكم في التاسعة علشان الاخبار ننقلها بشكل يكون فيه تفاصيل ونتكلم فيها بشكل اكبر، لكن طبعا بنحاول طول الوقت ان كل الاخبار دي يعني نشوف فيها اي بارقة كده باذن الله، يكون في امل باذن الله. طيب خليني أروح لهذا الخبر. التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساء أمس، وطبعا أيضا دكتور خلفان بن سعيد وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان والوفد المرافق له، وبحضور طبعا يعني مسؤولي الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة طبعا وتحقيق نهضة عمرانية بالبلدين. خليني أخد كده تفاصيل أكتر، نتكلم شوية عن التنمية والعمران، حاجة كده فيها بنى وفيها أمل. مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الأسكان، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم، اهلا بسيادتك. مساء الخير يا فندم، كلمنا عن هذه التفاصيل وعن التبادل بيننا وبين سلطنة عمان بشأن طبعا في وزارتي الإسكان، تفضل. الحقيقة شرفنا بزيارة الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، واستقبله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بالأمس، والحقيقة كان لقاء إيجابي وجميل جدا. سيادته أكد أنه يعني بعد ما زار بعض المشروعات في الدولة المصرية وقابل ترحيب كبير من مسؤولي الوزارة، وشاف أهداف التنمية اللي مصر حققتها في آخر 10 سنوات، ووصفها بالتجربة الثرية في حجمها وجودتها وأهدافها. ويعني في خلال الاجتماع اللي عبر عن رغبة سلطنة عمان في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية في الجوانب المختلفة، لأن هو الحقيقة هو اللي حصل في آخر 10 سنوات في المخطط من تنفيذ مخرجات المخطط القومي للتنمية العمرانية المصري 2052 اللي اتحقق منه جزء كبير جدا تخطى المدة الزمنية. هو طلع طبعا سيادة الوزير دكتور عاصم الجزار عرض عليه التجربة المصرية من كل النواحي، سواء من المدن الجديدة ومدن الجديدة الرابع اللي تم تنفيذها في آخر 10 سنوات، سواء على مستوى مشروعات الإسكان المتنوعة اللي بتقدمها الوزارة للمواطنين، سواء على مستوى مشروعات الشراكة اللي بتنفذها الوزارة مع القطاع الخاص والنجاح الكبير اللي حصل بصراحة في المشاركة مع القطاع الخاص وكبار المطورين العقاريين. وطبعا تم عرض التجربة، وسيادته طبعا شرفنا بزيارة لمشروعات هامة جدا في العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة المركزية للأعمال، شاف الأحياء السكنية الحي السكن الثالث والخامس، وشاف عدد الوحدات، شاف جودة التشطيب وجودة التنفيذ طبعا التنفيذ، وشاف المشروعات اللي حققت الأهداف المرجوة منها قبل برامجها الزمنية المخططة. وطبعا سيادة الوزير الدكتور عاصم الجزار عرض عليه طبعا مخطط التشغيل القومي للتنميه العمرانيه لمصر 2052، وطبعا شبكه الطرق اللي تم تنفيذها في وقت قياسي اللي ربطت ما بين العمران القائم والعمران ومناطق التنميه الجديده. سيادته طبعا شكر جدا الحقيقه في المشروعات اللي تم زيارتها في العاصمه الاداريه الجديده، المنطقه المركزيه للاعمال والحديقه الحديقه المركزيه، وبعض الاعمال المناطق التجاريه والمناطق السكنيه اللي تم تنميتها بشكل سريع جدا في المدينه، وبعض الفيديوهات تم عرضها برضو. والحقيقه تشرفنا برضو باجتماع هام جدا انه سياده الوزير الدكتور خلفان قابل كمان رجال الاعمال والتطوير العقاري، شركات التطوير العقاري المصريه وشركات المقاولات المصريه، واطلع على حجم العمل الضخم اللي بيتم تنفيذه في القطاع الخاص ويعني والنهضة العمرانية في مصر. وطبعا هو يعني من ضمن التعليقات الجيدة من سيادته ومن سادة والوفد الرفيع المستوى المسؤول اللي كان معاه، انه قال انه ده مبعث فخر لنا جميعا ولمصر وللعرب، ان الشركات العاملة في القطاع العقاري المصري الحقيقة في اخر سنوات تتمتع بالعديد من المميزات اللي محتاجاها سلطنة عمان. وطبعا سيادة الوزير عرض عليه طبعا نقل التجربة المصرية، وهو رحب جدا، وهو طلب بالفعل انه التجربة والخبرة المصرية الكبيرة لل طب ده شيء جميل يعني مهندس عمرو، بان احنا هنبدا نشوف هذا التبادل، وايضا انه الخبرة المصرية جداً والرؤية المصرية تكون موجودة في مشروعات ان شاء الله مستقبلية في سلطنة عمان. هو ده اللي بتعمله مصر، واكيد ده هيبقى شيء ان شاء الله جيد، ويبقى فيه تبادل ما بين الخبرات والخبرة
الخبرة المصرية أعتقد بيبقى مهمة أنها تنقل هذه الخبرة إلى دول عربية شقيقة زي سلطنة عمان. أشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان.